السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في المحاضرة الرابعة لمادة الشبكات والتي تتعلق بحلول أسئلة الفصل الأول، حيث انتهينا عند السؤال الذي منطوقه: In any data communication system، يعني في أي نظام اتصالات بيانات، information comes in different forms، فإن المعلومات تكون بعدة أشكال، such as، طبعاً هذا السؤال حليناه بالمحاضرة السابقة، وأيضاً نحله لكم اليوم. طبعاً هو صيغ أشكال البيانات اللي ممكن تكون text، ممكن تكون numbers، ممكن تكون images، ممكن تكون audio، ممكن تكون video، يعني تكون نصوص أو أعداد، صور، audio و video. السؤال اللي بعده: Explain briefly the possible data flow modes. وضح باختصار أنماط تبادل البيانات in communication، في الاتصالات، between two devices، ما بين جهازين. هذا السؤال طلاب مهم جدا لتوضيح أنماط تبادل البيانات في الاتصالات. نوضحها لكم. الـ Data Flow Modes، النمط الأول اللي هو نمط الـ Simplex، النمط الثاني هو Half Duplex و Full Duplex. طبعاً بالمحاضرة السابقة تطرقنا للـ Half Duplex والـ Full Duplex، مع ذلك أيضاً نعيد هذه الأنماط بشكل كامل، طبعاً مع توضيح هذه الأنماط بالرسم، لازم نوضحها بالرسم، مهم جدا. فبالنسبة لنمط السيمبلكس، في هذا النمط in simplex mode the communication is unidirectional، في هذا النمط من الاتصالات فإن الاتصال يكون unidirectional، أحادي الاتجاه، as on a one-way street، كما في الطريق أحادي الاتجاه. فعلى سبيل المثال، for example, the keyboard can only introduce input، لوحة المفاتيح فقط تنتج المدخلات، أما the monitor، أما الشاشة، can only accept output، فإن الشاشة ممكن أن تقبل فقط المخرجات. النمط الثاني اللي هو half duplex، في هذا النمط Each station can both transmit and receive، كل محطة ممكن أن ترسل وتستقبل، but not at the same time، ولكن ليس في نفس الوقت، بحيث when one device is sending، عندما يرسل جهاز، the other can only receive، فإن الجهاز الآخر يستلم فقط، and vice versa، وبالعكس. For example, the walkie-talkies devices. على سبيل المثال، أجهزة الwalkie-talkie. النمط الثالث وهو نمط الفول duplex. في هذا النمط، in full duplex mode، والذي يدعى أيضاً also called duplex, both stations، فإن كلتا المحطتين can transmit and receive simultaneously، ممكن أن ترسل وتستقبل في نفس الوقت. For example, the telephone network، على سبيل المثال شبكة الهاتف. طبعا نوضح هذا الأنماط، أنماط تبادل البيانات في الاتصالات. لاحظوا ياي هنا بالنسبة للsimplex، هنا عندنا direction of data، اتجاه البيانات يكون باتجاه واحد فقط. لاحظ هنا السهم باتجاه واحد فقط. أما بالنسبة لنمط الهاف دوبليكس، لاحظوا إياي
انه نمط تبادل البيانات يكون باتجاهين direction of data، ولكن شنو؟ ليس في نفس الوقت direction of data at time واحد، وبعدين direction of data at time اثنين، يعني معناها ليس في نفس الوقت تبادل البيانات. أما في الفول دوبلكس direction of data all the time، اتجاه البيانات بكل الاتجاهين وفي كل الأوقات، يعني عملية تبادل البيانات تكون simultaneously في نفس الوقت. ننتقل للسؤال اللي بعده. طبعا هذا السؤال فراغ، يقصد به هنا is the physical path by which a message travels from. إذن هنا يقصد به هو يتكلم عن الترانسميشن ميديوم، عن الترانسميشن ميديوم اللي أيضا سبق وأن تطرقنا له في الكومبوننتس of data communication system. فالترانسميشن ميديوم is the physical path by which a message travels from sender to receiver. هذا هو حل السؤال. لاحظ هنا a transmission medium، الوسط الناقل، is the physical path، هو الوسط المادي، by which a message travels، الذي من خلاله تنتقل الإشارة from sender، من المرسل، إلى المستقبل to receiver. ننتقل إلى السؤال المهم اللي هذا لم نتطرق له يعني بالمحاضرات السابقة، وهو يتعلق بالphysical topology of network. فهنا يقول define the mesh topology، عرف المesh topology with drawing five hosts، مع رسم خمس هوستات. وبعد ذلك what are its main advantages، وما هي فوائد هذه التوبولوجي، and disadvantages، ومساوئها. طبعا نبين التوبولوجي طبعا بس تعريف بسيط للphysical network topology. The term physical topology يشير إلى refers to the way in which a network is arranged، يشير إلى الطريقة التي تنتظم بها الشبكة فيزيائيا. وهنالك أربعة أنواع أو أربعة أصناف للphysical topology، اللي هي mesh topology و الستار توبولوجي و الباس توبولوجي، الرينج توبولوجي، طبعا وعندنا الهايبريد توبولوجي. احنا اهتمامنا في حل هذا السؤال هو المش توبولوجي. المش توبولوجي، احنا نعيد السؤال define mesh topology. اول شيء خلي نعرف المش توبولوجي. in a mesh topology، في هذا النوع من ربط الشبكات اللي هو المش توبولوجي، every device، كل جهاز، has a dedicated point-to-point link to every other device، يعني كل جهاز يرتبط بكل جهاز في الشبكة بطريقة point-to-point link.
كما مبين بالشكل. لاحظوا هاي، هذا هو المش توبولوجي. بس هنا شنو عندنا؟ عندنا 6 حواسيب. طبعا هسه نبين لكم نرسم 5 حواسيب مربوطة بطريقة المش توبولوجي. من محاسن أو مزايا هذا الربط للشبكات هو أولا eliminating the traffic problems، يعني التخلص من مشاكل التزاحم أو الترافيك. نقطة ثانية، if one link becomes unusable، يعني إذا توقف link من اللينكات الموجودة في الشبكة، it does not fall the entire system، سوف لن يوقف نظام الشبكة. ثلاثة، high privacy or security، طبعا تمتاز أيضا بالخصوصية والأمنية العالية. أما المساوئ، disadvantages، مساوئ هذه التوبولوجي، amount of cabling is required، يعني هنا تتطلب عدد من الكابلات، تطلب عدد من الكابلات. النقطة الثانية، number of IO ports، for example LAN cards is required، كذلك عدد البورتات الـ IO port أو LAN card، بطاقات الشبكة أيضا عدد كبير تتطلب. فبالتالي احنا راح المطلوب من عندنا فقط، هسه احنا خلصنا تعريف المش توبولوجي وعرفنا الادفانتج والديس ادفانتج، بقى عندنا فقط رسم التوبولوجي اللي هي 5 هوستات. لاحظوا ياي طلاب كيف نرسم هذا التوبولوجي. نحتاج احنا انه نرسم، عندنا 5 عقد او 5 نودز. طبعا احنا مو شرط الا حاسوب، يعني نخليه هي مجرد نود، فبالتالي نخليها بشكل دائرة. عندنا 5 نودات، العقدة الثانية، العقدة الثالثة، هنا عندنا العقدة الرابعة، والعقدة الخامسة، الآن نبدأ نرسمهم. نحتاج طبعا نرسم خطوط. هذا الشكل، لاحظ كل عقدة من العقد الموجودة بالشبكة ترتبط بكل العقد الأخرى الموجودة في الشبكة. لاحظوا وياي، هاي العقدة الأولى ترتبط بالثانية وبالثالثة بالرابعة
وترتبط باللي بعد. نجي للعقدة الثانية، أيضا ترتبط بالبقية، وترتبط بالعقدة اللي بعد. العقدة التالية كذلك ترتبط وأخيرا العقدة الأخيرة ترتبط بهذا الشكل. فلاحظوا يا الطلاب، هذا هي المش توبولوجي. طبعا هنا شو نعرف عدد الكابلات، يعني هنا كم كابل الآن موجود؟ هو يقول لك يعني من مساوئها اللي هو amount of cabling is required. فبالتالي هنا لو نشوف نرجع مرة ثانية، يقول amount of cabling is required. فهنا شلون نعرف العدد، عدد الكابلات؟ ف number of cables يساوي لك n في n minus 1 على 2، حيث n هو number of hosts، عدد الهوستات. لاحظوا ياي number of cables، قد عدد الكابلات هو n في n minus 2. وبالنسبة للIO ports، number of ports هو n في n minus 1. هذا عدد البورتات n في n minus 1. فبالتالي بما أن حيث طبعا هنا الـ N يمثل لي، حيث N يمثل number of hosts، يمثل لي عدد الهوستات. N يمثل عدد الهوستات. N يمثل لي عدد الهوستات. فبالتالي بما أن N يساوي 5، فبالتالي عدد الكابلات هنا راح يطلع عندي يساوي لي 5 في 4 يساوي لنا 5 في 4 على 2 ويساوي لنا 10 كابلز، 10 كابلات، لأنه n يساوي لنا 5، لأن n يساوي لنا 5. أما عدد البورتس فراح يساوي لنا 5 في 4 ويساوي لنا 20 بورتس. حيث قلنا هنا الآن يمثل لي عدد الهوستات اللي هو هنا في مثالنا يساوي لنا 5. إذن أصبح عندنا التوبولوجي بهذا الشكل طلاب. التوبولوجي
عندنا عدد الكابلات n في n minus 1 على 2 5 في 4 20 على 2 10 وعدد البورتات اللي هو 5 في 4 ويساوي لنا 20 بورت والآن يمثل لنا عدد الهوستات. أعزائي الطلبة شكرا لحسن المتابعة ونلتقي بكم بمحاضرة قادمة إن شاء الله.